السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنوريكم طريقه ديال تحضير معمول بالتمر، حلوات معمرين بالتمر من الداخل ومفنين في سكر كلاصي. لهذه الوصفه غنحتاجو تمر معجون مع ماء زهر والقرفه، قبيصه الملحه، جوج معالق حتى ثلاثه ديال ماء زهر، 125 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر كلاصي والدقيق على حسب الخليط، والمرشم ديال المعمول ديال التمر. راه كاين هذا المرشم، هذا راه زوين. كنخلطوا السكر كلاصي مع الزبده مع الفاني وكنخلطوهم مزيان. من بعد ملي كيتجانس لينا الخليط مزيان كنضيفوا عليه الباقي ديال المقادير، والطحين هو اللي كنخليوه هو الاخر حتى هي ما كتدلكش. حتى هاد الحلوه هادي ما كتبغيش انها تدلك، باش كتجينا كتبقى زوينه وهشيشه. كنجمعوها كنخليوها غير ترتاح واحد شويه، المده ديال شنقول لكم شي 10 مينوت هكاك، شي 10 دقائق. من بعد منها كناخذوا شويه ديال العجينه كنورقوه ونديروا في وسط منه هذيك الكويرات ديال التمر، ومن بعد منها كنديروا المرشم كنعمروه بالدقيق باش ما كتلصقش لينا العجينه، وكنديروا في الوسط منه. ما طيبوهاش بزاف، كتبغي تبقى بيضه باش ملي كتفندوها في السكر كتبقى باقي المنظر ديالها بيض، ما كتجيش طايبه بزاف، ما كتبانش بحال محروقه. انا راه واحد شي وحدات راهم بحال تحرقوا ليا شويه من التحت. كنفندها كنخليها حتى كتبرد، عاد كنفندها سمحوا لي كنفندها عاد كنفندها بالسكر كلاصي. كنتمنى تكونوا عجبتكم الوصفه. بالصحه والراحه وشكرا على المتابعه.